البنات، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ معكم ام امين للخياطه والابداع. اليوم جبت لكم هاد الجلابه قفطان، كيف كتشوفوا معايا، مخدومه بالجوزه مستوق. هيا نازله حتى لتحت غير بالثلاثيه. الكمايم درت ليه مهدرس خفيف كتشوفوا معايا، الزواق هو فيه البريد حجر الوسط. هو الموف كيدخلوا فيه ألوان كثيرة، أنا فضلت ندير فيه غير اللون الديغرادي، ما بغيتش ندير كثرة الألوان، اكتفيت بلون واحد باش زوقت. نتوما لكم كامل الاختيار، الموف راه كيمشيو معاه الوان كثيره. دائما ملي كتبغيو تمشيو عند الحرير كترومو راه كتحطوا الحرير اللي غيناسب الثوب. نتمنى يعجبكم هاد جلابه قفطان، ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما الصلاة على النبي.